الكريم المعجزة بديل البوتوكس والفيلر في بعض المناطق لإخفاء التجاعيد في 5 دقائق، خاص بالمناسبات. إنستنت إيج باك، منتج ألماني حاصل على 5 شهادات عالمية مع شهادة براءة اختراع. ذو مفعول مؤقت يدوم لمدة 8 ساعات فقط. يصنف كمنتج تجميلي وليس علاجي. أولا وقبل كل شيء، لازم ننظفوا البشرة تماما من أي شوائب أو مكياج فيها. نظفنا وسلينا، رطبنا البشرة ديالنا، غناخدو نقطة من المنتج وغنحطوها على مكان التجاعيد اللي بغينا نعبيهم، سواء الجبهة، بين الحواجب، أعلى الأنف، حوالين العين، الخطوط الابتسامة اللي عندنا، حوالين الفم، أي مكان بغينا نعبيه. أهم حاجة وهي طريقة وضع الكريم، طبطبة خفيفة، ما كندهنوش، فقط طبطبة. منين كنحطوه كنحسو كأنه وغص إبر، لأنه تيشد لنا سطح الجلد تماما. معلومة مهمة باش ما يكتلش لكم ويولي بحال شكل ديال بودرة محطوطة على البشرة. إلا كانت عندكم شي مناسبة وبغيتوا ديروا ميكاب من بعد، لازم تكون دازت بين 20 حتى 30 دقيقة على وضع الكريم على البشرة. من بعد غادي ناخد قطن فيه شوية الماء أو قطن فيه موزين المكياج، غنمسح الوجه ديالي، عاد من بعد نقدر نحط الفونديشن ديالي، نحط الكونسيلر ديالي، ندير المكياج بكل أريحية. غادي نعاود نرجع لأهم نقطة وهي طريقة وضع البرودكت. شوفوا أنا فقط طبطبة خفيفة، لأني لمشي تحت دهنتو وبقيت كندوز بيديا بحال حاطة شي كريم، غادي يشكل لي واحد الطبقة رقيقة ديال القشور بحال كأني حاطة سكراب على الوجه. غادي ننتظر مرور 5 دقائق وغتشوفوا معايا مباشرة الفرق بين التجاعيد ديال الوجه كيف كانت وسطح البشرة كيف أصبح مشدود ولامع، حتى لو تحركي ملامح وجهك كاملة، لأنه ميزة المنتج كيشكل بحال واحد طبقة رقيقة بحال كتعبأ لك مكان التجاعيد. أي نعم هي فترة مؤقتة ماشي دائمة أو مثلا فترة طويلة، لكن نتيجة جدا رائعة. وبطبيعة الحال ما يحتاجش نهضر على النتيجة، هي أمام عينيكم. شوفوا النصف اللي أنا خدمت ليه، نصف الجبهة مع عين واحدة. شوفوا التجاعيد ديال العين اللي أنا خدمتها والتجاعيد ديال العين اللي ما حطيتش فيها المنتج، ونصف الجبهة اللي حطيت فيه المنتج فيه لمعة كأنه مصقول يعني مجبد، والنصف الثاني عادي ما فيه حتى شي فرق. شوفوا العين اللي حطيت فيها المنتج كيف كانت وهالنتيجة ديالها كيف تعبت. منتج روعة 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 للمناسبات وللأوقات الحرجة أيضا. والاسم الأصح اللي لازم نطلقوه على المنتج هذا وهو الكريم السحري منقذ النساء، لأنه فعلا كريم جبار. وللأسف كريم مثل هذا غير متوفر لا بالصيدليات ولا أونلاين، فقط عبر تطبيق بوتيكات عند الفنانين والبلوغرز. فاللي عجبها المنتج تنزل تطبيق بوتيكات عندها في التليفون وتطلب عبر البرنامج. وفي النهاية لكل شخص استفاد من الفيديو ما يبخلش بلايك، اشتراك، تعليق محفز لدعم المحتوى، وتشاركوا الفيديو باش تعم الفائدة. وشكرا للمشاهدة.